بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال رحمه الله: يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله، بما يسر له من الأسباب الداعية له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له، وإزاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية، والمراد بالعبادات الاجتماعية أي التي يفعلونها جميعا كالصلاة كالصيام كالحج. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي. ماذا؟ أن قيض لعبده، عندنا أن قيض كل السبب يعوقه. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته، صرفها عنه وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء، بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به، الذي دانت له جميع الأشياء. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، أي أجرها وثوابها، فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها، نزد له في حرثه، بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة.
كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجى ثوابها ولم يخش عقابها نؤته منها نصيبه الذي قسم له وما له في الآخرة من نصيب. قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى آخر الآيات. في الآية التي قبل هذا ذكر أن الله تعالى أنزل على عباده الكتاب والميزان، وهذا من لطفه بهم سبحانه. ثم ذكر سبحانه أنه لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، واللطيف من أسماء الله، واللطف من صفاته. ولطفه تعالى معناه إدراك ما خفي من السرائر، ولذا يقترن اللطيف بالخبير في آيات كثيرة، لأن معناهما متقارب: إدراك ما خفي من الأمور وإدراك السرائر التي ليست بظاهرة. فمن لطفه أنه يدركها ويعلمها ولا يخفى عليه شيء. واللطيف أيضا الذي يوصل الخير إلى عبده ويسوق له النفع ويقدر له الخير من حيث لا يشعر العبد ولا يحتسب. فهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن يسوق عبده إلى الخير وأن يوفقه لذلك وأن ييسر له ما فيه صلاح أمره. فالله لطيف بعباده، ولذا قال بعدها: يرزق من يشاء. ومن لطفه سبحانه أنه يرزق من يشاء، يوسع الرزق على من يشاء، لأنه يعلم أن هذا المخلوق ينفعه سعة الرزق وتوسيعه عليه، ومخلوق آخر يضيق عليه في رزقه، لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو وسع عليه لكان في ذلك ضرر عليه يحمله على البغي أو البطر أو ارتكاب المعاصي أو الغفلة عن الله وعن دينه. فهذا من لطفه سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء لعلمه أن السعة أنفع له وللمؤمنين، ويضيق الرزق على من يشاء لعلمه أن تضييق الرزق على هذا الإنسان أنفع له وخير له في الدنيا والآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. إن الله يحمي عبده من الدنيا، أي لا يوسع عليه فيها، يحول بينه وبين التوسع فيها، وإذا أراد أن يتوسع فيها لا يوفق، وهذا من حماية الله له. إن الله تعالى يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، فمن حبه لا أن حماه من الدنيا. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا، قال: كما تمنعون مريضكم
الطعام والشراب تخافون عليه. بعض المرضى عنده حمية من بعض الأطعمة والأشربة، لو أكلها وشربها تضرر، فترى أهله يمنعونه ذلك الطعام والشراب وهم يحبونه حرصا عليه. والله تعالى يحمي عبده من الدنيا ويصرفها عن حبا له، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هذا من لطفه. بقي هل المراد بقوله بعباده هنا المسلمون أو جميع العباد؟ قال بعض المفسرين المراد بالعباد هنا المؤمنون، وقال بعض المفسرين بل المراد عموم الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولطفه بالكافر ظاهر، لولا لطف الله بالكافر لهلك. فإذن الله لطيف بعباده جميعا مؤمنهم وكافرهم، ولكن لا شك أن اللطف بالمؤمن والعناية به والرحمة له أعظم مما هو في حق الكافر. نعم الكافر في أمر الدنيا، في أمر معاشه، في أمر تجنيبه الشر، لولا لطف الله به لهلك. وأما المؤمن فالله لطيف به في معاشه، وأيضا في أمر دينه، في استقامته، في صلاحه. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ولقوته وعزته يرزق من يشاء ويصرف الرزق عن من يشاء. ثم قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة، حرث الآخرة أي عمل الآخرة، قال السعدي أجرها وثوابها، أي من كان يعمل لأجل الآخرة، إرادته ونية الآخرة، فيعمل لإرادة الآخرة نزد له في حرثه، أي نضاعف له في عمله ونجزيه عليه الجزاء الكثير أضعافا مضاعفة، كما في الآية الأخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وتقدم معنا قريبا أن الشكور في أسماء الله هو الذي يقبل العمل القليل ويثيب عليه الثواب الكثير، فمعنى كان سعيهم مشكورا أي كان سعيهم مجزيا عليه الجزاء العظيم ولو كان العمل متفاوتا في بعضهم البعض. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نضاعف له، وأيضا يسوق الله له رزقه في الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا أي من كان يعمل للدنيا، عمله لأجل الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، أي من كان يعمل لأجل الدنيا نعطيه من الدنيا، كما في الآية الأخرى أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ولكن هذه الآيات مقيدة بالآية التي في سورة الإسراء أنه ليس كل من كان يعمل للدنيا يعطى منها، بل هذا إذا شاء الله ولمن أراد الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فلا يعجل له كل شيء بل ما يشاء الله، ولا يعجل لكل أحد بل لمن أراد الله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي هذه لا يقول ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، أي قول نؤته منها مقيد بالآية الأخرى، ليس كل أحد بل من أراد الله ويعطيه الله ما شاء. وما له في الآخرة من نصيب،
ليس له في الآخرة أي نصيب من الجزاء أو الخير أو النعيم، بل له العذاب. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا في من كانت كل أعمال لأجل الدنيا، أنه ليس له في الآخرة نصيب، كما جاء في حديث أبي بن كعب عند أحمد وغيره: بشر هذه الأمة بالسنة، أي المنزل العالية والرفعة وبالنصر والتمكين، وأن من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ليس له في الآخرة نصيب. فإذا الذي يعمل للآخرة رابح على كل حال، في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يضاعف الله له عمله، وفي الدنيا يسوق الله له رزقه. والذي يعمل لأجل الدنيا خاسر في الدنيا وفي الآخرة. فقول الله نؤتي منها أي في من شاء الله، في من أراد الله وما شاء الله. والآخرة هو في النار، ليس له حظ ولا نصيب من نعيم الله. فهذه الآية تحفز الإنسان على إخلاص عمله، وأن يجتهد في أن تكون أعماله لآخرته طمعا في هذا الثواب العظيم. يقول: هل هناك تعارض بين هذه الآية الله لطيف بعباده، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، والحديث إن الله لمنع عبدا من الدنيا؟ أولا، الأفضل في السؤال ألا تقول هل هناك تعارض بين هذه الآية وهذه الآية، فليس في القرآن شيء فيه تعارض، وإن قصر علم بعض الناس عن ذلك. ولكن قل: ما الجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ ما هو وجه الجمع؟ ما هو وجه التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية؟ هذا أحسن. يقول: كيف أن الله تعالى قال نؤتي منها إن كان يريد في الحياة الدنيا، أي نؤتي من الدنيا، والله تعالى يحمي عبده من الدنيا؟ هذا واضح الأشكال فيه. هذا إنسان ليس له هم في الآخرة، همه الدنيا، فهمه الدنيا والإقبال عليها، وليس له هم في الآخرة، فيعطيه الله من الدنيا ما شاء. أخوني يقول: امرأة معتدة من وفاة زوجها تريد أن تزور أمها، أمها كبيرة في السن لا تستطيع المشي، وبيت الأم قريب من بيت البنت جدا، كأنه مشي من غرفة إلى غرفة، فهل تزور أمها؟ إذا كان كذلك، مع أن بيت واحد كأنها تمشي من غرفة إلى غرفة فتزورها. إذا كانت بيوت مفترقة لها أن تنزل أمها عندها في بيتها، أو إذا احتاجت إلى ذلك حاجة لا بد منها خدمة أمها ونحو ذلك لها أن تخرج. أخوني يقول: في الأربع التي بعد العشاء قرأنا فيها قبل أيام أدلة عن الصحابة، قال: هل يكون الثواب لمن داوم عليها، أو يحصل الثواب لمن عملها بمجرد أن يعملها ولو لم يداوم؟ واضح، يعني من صلى أربعا بعد العشاء كأنما صلى أربعا من ليلة القدر، حسبت له وكأنها من ليلة القدر، فإذا صلى في تلك الليلة تحسب له، وإذا لم يصلي لا تحسب له. ففي كل ليلة يعني تكون شيئا مستقلا، في أي ليلة يصليها تكون كأنما عمل من ليلة القدر، والليلة التي لا يصلي فيها لا يكون له ذلك. إنه في أربع: من صلى أربعا بعد العشاء كتب له كأنما صلاها من ليلة القدر. وأقول: هل يشترط قراءة سور طوال، أم ينصح قراءة ما تيسر؟ لا، ما تيسر. الحديث الذي فيه التحديد سورة بني إسرائيل والملك ضعيف. وهل يجهر بالقراءة أم يقرأ سرا؟ الظاهر أنه يقرأها سرا، لأنه ليست من صلاة الليل، فهي من السنن المؤكدة بعد الرواتب. ويقول: متى يكون آخر وقتها؟ هي بعد العشاء، قبل أن ينام، بعد أن يصلي العشاء ويصلي راتبة العشاء يصليها. وظاهر الأحاديث أنها تصلى
بتسليم واحد لا يفصل بين الركعتين. ظهر الآثار صرح به ابن مسعود قال لا يفصل بينهن بسلام، صح عنه. وأيضا في أثر كعب الأحبار قال من صلى العشاء أربعا ثم صلى مثلهن، وهذا التمثيل الظاهر أنه يقتضي أن تكون أربع كالعشاء بتسليم واحد.